هذا صحيح، لكن غلاء الأسعار، هذا غلاء الأسعار الآن سيتم معالجته من خلال القوانين الرادعة. هذه ورقة بيد المعارضة، ومع ذلك الآن هنالك تم عمل فواتير الكهرباء والغاز والمواد الغذائية وغير ذلك. علينا أن نصبر قليلا، لدينا فترة زمنية معينة ستعود الأمور إلى ما كانت عليه من خلال تفعيل نظام الجزاءات والغرامات. قوانين الآن تسن للتجريم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات لكل من يحتكر أو يبالغ في الأسعار التي تعطي انطباع بأن الغلاء مستمر، مع أن الأسعار هي عادت إلى طبيعتها نوعا ما، وأنها يجب أن يكون على الأقل بقيمة التضخم 30%، ليس كما أصبحت. دكتور، بيّن لي بشكل واضح كيف للمعارضة التركية أن لا تستغل ما يجري في كازاخستان تحت عنوان غلاء الأسعار لإشعال الشارع التركي. بداية، الشعب التركي شعب ناضج ووعي وقوي، ودعنا أقول لك كلمة مهمة جدا، الإعلام يلعب دور أساسي في هذا الموضوع. تركيا الآن تراقب عن كثب كل من يحاول أن يزرع الفتنة واستغلال ما يحدث في كازاخستان ضد تركيا، فبالتالي لديك دولة قوية وحكومة قوية واستخبارات قوية في عدم استغلال الإعلام لتأجيج الفتنة التي هي الآن تحدث في كازاخستان لكي لا تنتشر تركيا، هذا أولا. ثانيا، الوضع الاقتصادي الآن ضمن السيطرة، الآن نرى الآن نوعا ما هنالك استقرار اقتصادي، يعني تم إيقاف التدهور، هنالك وعي عند الجمهور التركي، عند الشعب التركي. ثالثا والأهم من هذا كله، تركيا ليست بحاجة إلى هكذا مظاهرات غير قانونية، لأن هنالك انتخابات، فالكل يقول لك إذا كان هنالك احتجاج فالتغيير السلمي حق شرعي، حق طبيعي، لا أحد يجبر أحد أن يصوت لهذه الحكومة، وبالتالي عليه أن ينتظر سنة ونصف ويقوم يصوت لمن يريد. رابعا، المعارضة في تركيا تعلم حق علم اليقين بأن أردوغان والحكومة التركية الحالية حكومة قوية لا يمكن الاستهانة بها، وبالتالي كل يوم هنالك إنجازات، كل يوم هنالك مشاريع، ليست مشاريع وضع حجر الأساس، مشاريع افتتاح مشاريع، يعني تم إنهاء المشاريع ويتم افتتاحها غدا السبت، لدينا 80 مشروع افتتاحه في 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 أنقرة، وبالأمس كان هنالك مشاريع في إزمير. إذن في يوميا لدينا افتتاح. الشعب التركي يدرك بأن الحكومة الآن تعمل وتنتج لصالح من؟ لصالح البلد. قفزت تركيا إلى المرتبة 16 أقوى دولة، 16 دولة اقتصادية في العالم بفضل هذه الحكومة، بعدما كانت خارج التصنيف 20 دولة، ديونها صفر، صندوق النقد الدولي انتهت الوصاية، بفضل من؟ بفضل هذه الحكومة. لذلك جميل جدا، كلام قوي دكتور حقيقة.